أهلا بكم في زوايا الحدث، والتي سنخصصها هذا المساء للحديث عن الدور الروسي في الأزمة اليمنية على ضوء الحديث عن تشكيل حكومة للإنقلابيين. تتصاعد التحركات السياسية التي تجريها سلطة الإنقلابيين في العاصمة صنعاء للوصول إلى تشكيل سياسي موحد يضم جناحي الإنقلاب. في الفترة السابقة استحوذت جماعة الحوثي على كل الواجهة السياسية للسلطة، معطلة كل الأدوات التي يمتلكها الرئيس المخلوع ما عدا القوات العسكرية التي تتبعه والتي تستخدمها في حربها على اليمنيين، ولا يمكن لها الاستغناء عنها. وبعد تصاعد الخلافات بين جناح الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي، بدأ المؤتمر بالبحث عن آليات تمكنه من حفظ مكانته في السلطة وتحقيق أهداف زعيمه وراء الانقلاب، وهو ما يطلق عليه البعض محاولة انقلابية داخل سلطة الانقلاب نفسها، في محاولة من صالح لتجريد جماعة الحوثي من سلطتها التي أقامتها على أنقاضه مطلع العام الماضي، ممثلة بلجنتها الثورية التي تحكم من خلالها. روسيا التي تبدو خارج حدود التأثير الفعال في الملف اليمني، حاضرة هذه المرة من خلال الضغط على طرفي الانقلاب لحل خلافاتهما والسعي لتشكيل حكومة تستطيع من خلالها تمثيلها ودعمها دوليا، وربما التدخل لاحقا في محاولة لاستنساخ النموذج السوري في اليمن. ولأجل هذا تفضل روسيا التعامل المباشر مع المخلوع الصالح الذي له ماض في العمل مع روسيا ويمتلك خبرات سياسية لا يمتلكها حلفاؤه الحوثيون. تدخل روسيا الآن ليس لإيجاد مخرج آمن للأزمة اليمنية، بل للمزيد من التعقيد ونقل المشكلة لمستوى أعلى، وهو ما من شأنه القضاء على أي إمكانية مستقبلية في التوصل إلى حلول سياسية. سنناقش في حلقة اليوم من برنامج زوايا الحدث مساعي سلطة الإنقلابيين لتشكيل حكومة على ضوء نصيحة روسيا لصالح بتشكيل حكومة مع الحوثيين، ودلالات هذه النصائح في هذا التوقيت، وما وراء الزيارات المتكررة التي يقوم بها صالح للسفارة الروسية في صنعاء، وإلى أي مدى تتعارض التحركات الروسية مع القرارات الأممية الرامية لعزل ميليشيا الحوثي وصالح والضغط عليها لإحلال السلام في اليمن. وسيكون معنا لمناقشة هذا الموضوع من صنعاء الدكتور نبيل الشرجبي، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة. ومن الرياض سينضم معنا رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية الدكتور ماجد بن عبد العزيز التركي. وقبل أن نبدأ النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود نتابع. على ضوء تصاعد الخلافات بين جناحي الانقلاب، تشهد العاصمة صنعاء تحركات سياسية يسعى من خلالها حزب صالح إلى الخروج من مأزق كونه الطرف الأضعف في التحالف. وكشفت مصادر سياسية عن ترتيبات بين ميليشيا الحوثي والجناح التابع للرئيس المخلوع في حزب المؤتمر لتشكيل حكومة موالية لهم في صنعاء، لكنها لا تزال رهينة خلافات جوهرية بين الجانبين كما يبدو. حديث قديم يتجدد في كل لحظة يجد فيها صالح نفسه فاقدا للحيلة عقب الإطاحة بكل أدواته من قبل شركائه في الانقلاب وتجريده من أهم مرتكزات سلطته التي خاض هذه الحرب معتمدا عليها، غير أنه في الأخير وجد نفسه محاصرا ومصيره نفسه على المحك. الجديد في حديث الحكومة هذه المرة هو إشارة القيادي في حزب صالح عادل الشجاع إلى ضغوط روسية على جناحي الانقلاب للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة ليكون لهما كيان يتم التعامل معه والاعتراف بهم من خلاله. وأضاف الشجاع لصحيفة السياسة الكويتية إن الروس يضغطون في هذا الجانب لسحب البساط من الحكومة الشرعية، كما أن زيارة صالح إلى السفارة الروسية بصنعاء ولقائه القائم بالأعمال قبل أيام كان للتشاور بشأن الخطوات النهائية لتشكيل الحكومة بحسب الشجاع. حتى الآن كان الموقف الروسي في اليمن داعما للحكومة الشرعية، أو على الأقل لا يقف بصف الانقلابيين، تجلى ذلك في عدم عرقلة القرار الأممي 2216 الذي يدعو ميليشيا الحوثي وصالح إلى إنهاء انقلابها. غير أن دخول روسيا على خط دعم تشكيل حكومة انقلابية وتوفير الغطاء الدولي لسلطة الانقلابيين ربما يجعل من الملف اليمني يسير في طريق أكثر تعقيدا مما هو قائم، ويزيد من ارتهانه للظروف الإقليمية والدولية التي لا مؤشرات جادة على انفراجها في وقت قريب.
نجدد ترحيبكم في زوايا حدث هذا المساء، والذي سنخصصه لبحث ملف الدور الروسي في الأزمة اليمنية على ضوء أخبار تتحدث عن دعم روسي محتمل للإنقلابيين لتشكيل حكومة في صنعاء. ومعنا الآن عبر الهاتف من صنعاء أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي. مساء الخير دكتور. تفضل مساكم. دكتور، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي والعالم لحل حالة الأزمة اليمنية، يفاجأ بتوجه الانقلابيين لتشكيل حكومة، ما هي دلالة هذه المساعي في هذا التوقيت؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. طبعا كل الأحاديث التي تم نقلها أو تناقلها عن حقيقة تدخل الدور الروسي ربما هي مضخمة بشكل كبير جدا، وربما قد تبتعد تماما عن ما هو في الواقع بشكل عام. هذه الأخبار وراءها تسريبات من قبل نظام صالح وجماعة الحوثيين فقط لا غير. لم يصدر أي بيانات من قبل الطرف الروسي، بل لم يقم الطرف الروسي بأي تحركات لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول أن حقيقة الخلافات بين الطرفين الحوثي وصالح ما زالت بعيدة، وبعيدة جدا لعملية الالتقاء والاتفاق على رؤية مشتركة، ومن ثم لن يخاطر الروس بالتدخل في مثل هذه الوضعية، الأمر الذي قد يفشل التحركات الروسية فيما لو صدقت ادعاءات إعلام الحوثي وصالح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الروس يدركون تماما الدور المناط بهم من قبل الأمم المتحدة، وهم ملتزمون سياسيا بهذا الدور في أكثر من طرف، كداعم للمبادرة الخليجية، كطرف يسعى لحل الأزمة عبر مجلس الأمن الدولي، كطرف موقع على كل القرارات الدولية التي صدرت من مجلس الأمن، ومن ثم هو يلتزم بهذه الخريطة التي التزم فيها في الأساس. الأمر الآخر وما أريد أن أؤكد عليه، حتى فيما لو صدقت أن هناك تحركات روسية، أنا في اعتقادي هي ستصب في مسألة ترجيح الحل عبر المنظمة الدولية، ولن يخاطر الاتحاد السوفيتي في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المثرية أن يتدخل في بؤرة توتر أخرى قد تتطلب منه استنزاف إمكانيات اقتصادية وسياسية كبيرة هو غير قادر على تقديمها في مثل هذه الظروف. نعم دكتور نبيل، ما إذا تحدثنا عن الأخبار الآنية التي تتحدث عن توجه الإنقلابيين في صنعاء لتشكيل حكومة، ما إمكانية نجاحهم في تحقيق ذلك، خصوصا مع تصاعد ما يبدو أنه خلافات بين الحوثيين وصالح مؤخرا؟ سيدتي، نحن كما نعلم الطرف الحوثي وصالح بدأت خلافاتهم بالفترة الأخيرة تطفو على السطح، ولكن في نفس الوقت أيضا أستطيع أن أؤكد لك أنها ليست تلك الخلافات التي قد تعصف بالفريقين. هم يدركون تماما أن اتساع رقعة الخلاف فيما بينهم يعني تماما القضاء عليهم أو هروبهم من المشهد السياسي، ومن ثم هم سيتغلبون على كل الخلافات التي قد تصدر بينهم خلال الفترة القادمة ليضمنوا لهم مكانا بالمرحلة القادمة. الحوثيين والصالح يعتمدون على مثل هذه الأخبار لعملية إرسال صورة لطرف الشرعية حتى يقوم هو بتقديم مبادرات تنازلية، أو حتى يدفع الطرف الشرعي لتقديم مبادرات تنازلية خوفا من تحول الموقف الروسي. ولكن مثل هذا الأمر يجب أن يكون مفهوما لدى الطرف الشرعي أن هذه كلها هي ضمن وسائل الحروب الإعلامية والدعائية التي تكون حاضرة في مثل هذه الصراعات بين الأطراف المختلفة. يعني إلى أي مدى نستطيع تصحيح الآراء التي تقول أن روسيا تسعى لإيجاد مكون في صنعاء الآن لتتعامل معه رسميا وليتم التعرف به دوليا؟ سيدتي، قررت مجلس الأمن لا تنفي صالح ولا تنكر الحوثيين، ومن ثم هي وجدت آلية في القرارات للتعامل معهم. ماذا يعني تشكيل حكومة، أو ماذا سيزيد من عملية تشكيل حكومة لتمثيل الطرفين؟ هذه تمثيلية إعلامية لن تنطلي على حد هذا الأمر، لكن الأمر الأهم، القيادة الروسية تدرك سلوك صالح السابق معهم.
القيادة الروسية نصحت صالح في كثير من المواقف ألا يتخذ مواقف عدائية ضدها أو ضد مصالحها، لكن علي صالح ضرب بهذه الأشياء عرض الحائط ووقف مع الغرب، ومن ثم القيادة الروسية هي لا تثق كثيرا جدا في صالح أو في قيادة الحوثي حتى أيضا تدخل في مغامرة جديدة لدعم هذا الطرف أو حتى لتشكيل آلية جديدة ليس لها أي فائدة طالما وهناك آلية محددة للاتفاق والتفاهم والحوار بين الأطراف الداخلية والخارجية نصت عليها قرارات الأمم المتحدة. نعم، إذن الدكتور نبيل الشرجبي تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي أن أنتقل للي ينضم إلينا الآن من الرياض رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية الدكتور ماجد بن عبد العزيز التركي. مرحبا بك دكتور ماجد. أهلا وسهلا، مرحبا وسهلا. أهلا بك دكتور. تبدو روسيا في الوقت الحالي حليف من لا حليف له كما يصفها البعض، وتسعى لتوسيع دائرة نفوذها في المنطقة عبر الحلفاء المتمردين في الغالب، ربما إذا استطاع لنا وصف ذلك. إذا ما تحدثنا عن الدور الروسي في اليمن، كيف يبدو موقف روسيا خلال الأزمة اليمنية؟ بداية مساء الخير. طبعا الموقف الروسي الحالي بالنسبة للمراقبين يلاحظون أن الموقف الروسي إلى حد كبير موقف محايد رسميا حسب تصريحات السفير الروسي في الرياض وبعض المسؤولين الروس أنهم مع الشرعية بقيادة الرئيس عبد الله منصور هادي، وأنهم يدعون إلى حل سلمي وفق قرارات الأمم المتحدة و وفق الشرعية اليمنية. نعم. هذا الشيء الأساسي الذي يلمسه المراقبون حاليا، ولكن الانقلابيون ما فتئوا حقيقة يحاولون أن يظهروا للعالم أن هناك تعاطفا معهم، وقد بذلوا جهود قبل الذهاب إلى جنيف من أجل قرار 2216 التأثير على الموقف الروسي ب يعني تقديم عروض إلى جانب الروس لشراء أسلحة بمبالغ عاجلة تسدد من مدخرات علي عبد الله صالح إلى آخره، ولكن ولحسن الحظ أن الجانب الروسي تفهم مصلحته ورفض حقيقة الانصياع مع جانب الانقلابيين. فالانقلابيون يحاولون يشعرون الساحة أن هناك في العالم من هو يعني يساندهم ويؤيدهم خارج الفضاء الإيراني، وهذا حقيقة غير صحيح. وأنا قد دعوت قبل عدة أشهر وأكدت على هذه الدعوة. نعم. يجب أن نوسع العمل في عزل الانقلابيين، عزلهم دبلوماسيا، عزلهم إعلاميا، عزلهم سياسيا، وعدم فتح المجالات حتى في اللقاءات المباحثة ترعاها الأمم المتحدة، عدم فتح المجال بأن يكونون ند يعني متساوي الانقلابي مع الشرعية، وهذا خطأ كبير. يجب أن تكون مفاوضاتنا مباحثات مع الانقلابيين بالعودة إلى الشرعية، أنتم منكفئون إلى الشرعية وستحاسبون بالشرعية. هذه هي المبدأ الأساسي الذي يجب أن يشعر به الانقلابيون، لأنهم الآن خسروا كثير من الأذرع في العالم، ما بقي معهم إلا إيران، وإيران إلى حد ما هي انسحبت جزئيا بسبب الضغوط الداخلية، الوضع الاقتصادي، الأزمات، لا تستطيع أن 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 ترعى هذه الأمور بحجم كبير جدا. نعود إلى الجانب الروسي. نعم. نحن نتطلع من الجانب الروسي إلى موقف أكثر إيجابية، ليس فقط الحيادية، بل يجب أن تكون إيجابية في كثير من الأعمال التي تدعم الشرعية في اليمن. سيدي، على حسب تصريحات لقادة من حزب المؤتمر أن هنالك ضغوطات روسية على الانقلابيين لتشكيل حكومة الآن في صنعاء. ما سمعت السؤال، أعدت السؤال لو سمحتوا. هنالك أخبار وهنالك تصريحات من قادة في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أن هنالك ضغوطات روسية على الانقلابيين بتشكيل حكومة أمر واقع في صنعاء. والله ما أعرف، طبعا أنا ما طلعت على شيء من هذا، ولكن اللي أنا أعرفه حسب التصريحات الجانب الرسمي الروسي وحسب يعني حتى اخذ لقاءات للسفير الروسي في مركزنا في مركز الدراسات، اكد ان الموقف الرسمي الروسي هو مع الشرعيه. نعم. وان الجانب الرسمي الروسي لا يمكن ان يتعاون مع الانقلابيين في اي مسار من المسارات خارج قرارات المتحده.
هذا هو الشيء الرسمي الذي نحن سمعناه من الجانب الروسي. الوقائع على الأرض، ليس هناك أي شيء على الأرض ممكن أن نبني عليه في أي اتجاه. الانقلابيون كما قلت قد يدعون ادعاءات من أجل أن تسند أمرهم يعني وموقفهم لا أكثر، ولكن الأمر يحتاج حقيقة إلى مزيد من التقصي حقيقة. يعني ولكن أنا الذي أؤكد حقيقة أن الانقلابيون هم الآن يشعرون بكثير من العزلة وبضعف الموقف، هذا الذي يمكن حقيقة أن أؤكده. نعم، إذن الدكتور ماجد تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي أن أعود إلى ضيفي الدكتور نبيل الشرجبي. مرحبا بك دكتور نبيل مرة أخرى. دكتور نبيل، يبدو أن فكرة تشكيل الحكومة وهي فكرة قديمة على كل حال تهم جناح صالح، ما الذي يمكن أن يحققه صالح من هذه الحكومة؟ نعم لم أسمع السؤال. فكرة تشكيل الحكومة وهي فكرة قديمة لدى صالح، ما الذي يمكن أن يحققه صالح ما إذا نجح بتشكيل هذه الحكومة؟ سيدتي، نحن ربما في بعض الأحيان ننسى من التفاصيل السهلة والبسيطة جدا والتي لا تحتاج إلى عبء. من سيعترف بتلك الحكومة؟ من هو الطرف الذي قد يعطي موافقته لهذه الحكومة؟ على حسب تصريحات بعض القادة في المؤتمريين وما إلى ذلك، يقولون بأن هنالك ضغط روسي لتشكيل هذه الحكومة ووعود بأنه سيتم الاعتراف بها والترويج بها دوليا. نعم سيدتي، أنا لا أحملك وزر هذا السؤال، أنا أحمل من يطرح مثل هذا الطرح. لا توجد حكومة على مستوى الأرض تعترف بالانقلابين او بسلطه الانقلابين او بشرعيه الانقلابين بما فيها الطرف الايراني المؤيد والداعم لهذا الطرف، هو ايضا يعترف بالحكومه الشرعيه. ومن ثم مثل هذا الطرح هو مزيدا من عمليه محاوله خلط الاوراق او محاوله ايجاد صوره لدى الطرف الاخر ان هناك تفاهمات. الوضع الروسي يختلف تماما، هناك مصالح جديه وحقيقيه للتحرك الروسي في اماكن اخرى، لا توجد مثل هذه المصالح القويه لجعل الروس يتحركون في مثل هذا الموقف. الامر الاخر، روسيا اليوم تعاني من ازمات اقتصاديه كبيره في ظل انهيار اسعار النفط الذي اعتمدت عليها روسيا كثيرا، وايضا البورصه وكثيرا من المعادن وانهيار العمله، ومن ثم لن تتمكن من حل الملف اليمني وهي تدرك تعقيداته الكبيره. هي تعتمد في حل اليمني على تركة عالميه يساعد ان يكون لروسيا دور، لكن في نفس الوقت ربما السكوت الروسي على هذه التصريحات التي تصدر من صالح ومن الحوثيين هي ايضا لمحاوله من روسيا لمزيد من جلب الاوراق في الموضوع الروسي. اما في الموضوع اليمني لن تعترف الحكومه الروسيه بهذه الحكومه ولن تكون لها اي فائده طالما ومجلس الامن او قرار مجلس الامن قد حدد اليه للتواصل مع الاطراف الانقلابيه والطرف الشرعي في الخارج، وهذه الحكومه لن تضيف ولن تزيد اي اعباء جديد ولن يعترف بها اي طرف، ومن ثم هي اضافه عبء جديد اخر واضافه ازمه جديده الى الازمات الاخرى التي تتطلب حلها في اليمن. ولا اعتقد ان يقدموا طرف صالح والحوثي على مثل هذه الخطوه وان سمعنا تصريحات عديده هنا او هناك. نعم، إذن هذا الموقف الجديد للانقلابيين في ظل المساعي الحثيثة لحل الأزمة، كيف سيؤثر على سير أو مسار الأزمة في ظل هذه الظروف الراهنة؟ دعيني أكون معك صريحا، ربما ما زالت الشرعية تعاني من كثير من القصور. وربما ما زالت تائهة في أكثر من ملف ولم تمتلك الطريقة التي تتمكن من خلالها من إدارة ملف التفاوض بشكل واضح جدا، وهذا عيب على الحكومة بكل ما أمتلكته، وهذا الدعم الدولي والدعم الإقليمي، ولا تستطيع أن تتحرك بهذا الملف بجدية، ولا يستطيع حتى المواطن أن يلمس أن هناك شيئا جديا، بل على العكس من ذلك ربما الطرف الحكومي ظهر بشكل ضعيف جدا وهزلي، جعل من الركون إليه في خوض معركة تفاوضية جديدة
قد يتمكن من النجاح. ربما أغلب اليمنيين لا يستطيعون أن يصلوا إلى الثقة الكاملة في هذا الفريق أو في أداء الحكومة وأداء الشرعية في كثير من الملفات أو في الملف التفاوضي. الأمر الذي جعلني أقول يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة مختلفة تماما على هذا الأمر، تعتمد على مسارات كثيرة وليس على مسار واحد. هذه المسارات تربط ما بين أحداث الداخل وما بين تفاعلات الخارج، وإضافة إلى استغلال مثل هذا الدعم الدولي. وإن ظلت هذه الحكومة أو الشرعية تتعامى عن تصرفاتها ولا تفهم إنها تفشل في تصرفاتها، فأنا في اعتقادي أن الفشل سيلاحقها إلى ما لا نهاية. نعم سيد نبيل، بخصوص طرحنا وطرح بعض الأسئلة، نحن فقط نحاول أن ننقل لكم تساؤلات المواطنين وتساؤلات الشارع عموما. تفضل بالبقاء معي واسمح لي أن أعود إلى ضيفي من الرياض ماجد بن عبد العزيز التركي. سيد ماجد، هل نستطيع القول أن روسيا تسعى إلى تشكيل حكومة انقلابية ليسهل لها التدخل في الملف اليمني إلى جانب الانقلابيين بشكل أكبر وبشكل أوضح؟ والله انا فهمت من سؤالك يعني انه كانك يعني تسالين ان الجانب الروسي يتدخل في الملف اليمني من جانب الانقلابيين. اذا هذا سؤالك حسب ما فهمت، انا اشوف المشهد الدبلوماسي الحالي بعيد عن هذا الامر. انا اشوف ان هناك اتصالات ما بين الجانب الروسي مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، هناك تفاهم بين الجانب الروسي والجانب السعودي بالشأن اليمني. هناك حيادية بدأت تأخذ الجانب الإيجابية فيما يتصل بالملف اليمني. ولكن أنا أريد أن أعقب على كلمة زميلنا، وإن كنت لم أسمع كلامه كاملا، ولكن حينما تكلم يلوم الشرعية الحكومة الشرعية في قصور أدائها في بعض الملفات وأنها تحظى بدعم إقليمي ودوري. دعم إقليمي وإقليمي فقط خليجي إلى حد ما، ولكن ليست دوريا. وللأسف العالم الدولي متخاذل في الملف اليمني. العالم الدولي يراقب حقيقة حصار صنعاء. المجتمع الدولي يعرف أن الانقلابيين والحوثيين استولوا على كثير من المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة، ولا زالوا وللأسف صامتين ولم يساندوا الشرعية. المجتمع الدولي يتعامل في الملف اليمني على أنها قضية ثانوية بالنسبة إليه، لأنها قضية لا تمس أمن إسرائيل ولا تمس مصالح إيران مباشرة كما في العراق وسوريا. وللأسف الشديد المجتمع الدولي بقيادة الأمين العام متخاذلون ويحملون كامل المسؤولية. أقرب مثال حقيقة حصار تعز الذي يعني أثبت خذلان المجتمع الدولي. سيد ماجد، إذن في إطار هذا ما هي خيارات هذه القضية يجب أن تكون واضحة أستاذتي. إذن في إطار هذا ما هي خيارات الحكومة؟ الحكومة هي ليس لها خيارات. الحكومة هي ممثلة الشعب، هي التي تدافع عن بقايا الشعب، تدافع عن حماية الدستور، تدافع عن وحدة اليمن. الحكومة هي الموجودة الآن على الأرض. الحكومة تناكف حقيقة انقلابيين، تناكف ثوريين، تناكف أمة طائفية، أمة تريد أن تستجلب القوة الخارجية من خلال إيران إلى الداخل اليمني. الشرعية ستنجح، الشرعية هي نجحت في مساحات كثيرة من اليمن. الشرعية يكفي من النجاح أستاذتي الكريمة أن الشرعية أغلقت المشروع حقيقة الإيراني من خلال الانقلابيين ومن خلال الحوثيين، وحيدتهم وأرجعت يعني مشروعهم خطوات كبيرة جدا إلى الوراء. صحيح أن النجاح والنصر لم يتحقق كاملا، تحقق في كثير من الأجزاء، ولكن نحن متفائلون بأن الأيام القادمة ستشهد بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نجاحات نوعية على الأرض. والمهم أستاذتي أن تشعر القوى الشعبية بمسؤوليتها الحقيقية حقيقة في مساندة الشرعية، لأن هذا هو الخيار. نحن نسأل القوى الشعبية عن خيارها، ولله الحمد أن خيار القوى الشعبية لا زال مع الحكومة. نحن لا نختلف أن هناك بعض الاتجاهات، بعض القبائل ذات الولاء للانقلابيين من فلو صالح أو حتى الحوثيين، ولكن لا يمثلون حقيقة السواد الأعظم. وأنا وللأسف يعني الشعب اليمني شعب أصيل، شعب قبلي، كيف يرضى لنفسه حقيقة أن يجوع أبناء جلدته وأن يعيشهم هذا الضنك، وأن
وأن يحرم البلد من أن يعيش وفق شرعية يعني هو اختارها بنفسه. نعم، إذا الدكتور ماجد بن عبد العزيز التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ونعود الآن إلى ضيف الدكتور نبيل الشرجبي. دكتور نبيل، كما سمعت دكتور ماجد قال أن هنالك تخاذل من المجتمع الدولي، هل يبرر هذا التخاذل القصور الحكومي الذي تحدثت عنه؟ أنا طبعاً لم أسمع الكلام كاملا بسبب تقطعات الصوت، لكن أنا أقول القضية بكل تأكيد هناك دعم إقليمي هو أكبر من عملية الدعم الدولي. نعم. هذا لأسباب كثيرة جدا. الأسباب الأول، نحن كما نعرف أن المجتمع الدولي قدم دعما للمجتمع الإقليمي بالقضية اليمنية، لكن ظهرت ظروف جديدة أجبرت المجتمع الدولي على التخفيف من هذا الاهتمام بسبب ظهور قضايا محلية جديدة لهذه المجتمعات. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام هي تدخل في دوامة التجمد السياسي للقضايا الأخرى بسبب موضوع الانتخابات، ومن ثم هناك خلل كامل في أداء السياسة الخارجية والتوجه لهذه الانتخابات، وهذا نتيجة طبيعية ولا يعني فتور، ولكن يعني هناك اهتمام أخرى في الملفات الداخلية على الملفات الخارجية. المجتمع الأوروبي هو الآن يواجه مشكلة الإرهاب وقضية الإرهاب الذي ضربته في عرضه، وأيضا اللاجئين السوريين هذه المشاكل، وأيضا وضعية الاقتصاد بعد عملية انهيار أسعار النفط والبترول، جعل من هذه الحكومات الأوروبية أن تعطي اهتمامات أكبر للداخل الأوروبي أكثر من الاهتمامات بالقضية اليمنية، ومن ثم لا يعني تراجعا، ولكن يعني أن هناك قضايا ظهرت إلى السطح دعت هذه الأطراف لأن يكون هناك اهتمام، لكن في نفس الوقت أنا أقول هذا الدعم هو يصل أو كما هو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو الطرف الوحيد المخول بحل هذه القضية، ولن يتراجع هذا الدعم ولن يتراجع هذا التأييد لحل القضية اليمنية. نعم. من الطرف الدولي أو لدعم خطوات المجتمع الإقليمي لحل القضية اليمنية. نعم، إذا الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة لك جزيل الشكر. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من صنعاء الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة، ومن الرياض الدكتور ماجد عبد العزيز التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. وهي لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم في حدث وزوايا أخرى، إلى اللقاء.